هذا حادث بغض النظر على الخلفيات ديال اللي داروا ولا شكون اللي داروا ولا علاقاتهم ولا امتداداتهم، ما ممكنش يكون الا مدان شكلا مضمونا من كاع النواحي. هو مدان لانه غريب على المغرب وعلى المغاربه ولا على اللي تيبغي يربطوا بالاسلام ولا على الاسلاميين في المغرب الى غير ذلك. هذا مساله محسوم منها، ولكن هو يسائلنا بشكل كبير هذا العقد من الزمن ديال اصلاح الحقل الديني واعاده هيكله الحقل الديني وهذا الاستفراد بالحقل الديني، النتائج ديالو ربما سمعتوا اليوم الامين العام ديال المجلس العلمي يكتفي بيقول بانه هاد الشباب تيمارس امور عكس الاخلاق ديال المجتمع. ولكن علاش؟ لان فين هو الدور ديال المؤسسات الدينيه؟ فين هو الدور ديال الفاعلين الدينيين؟ شكون هو اللي مخلي الشباب ديال المغرب يهاجر القنوات المشرقيه، يقلب على الفتوى المشرقيه؟ شكون هو اللي مخلي هاد الشباب يقلب على ولاءات اخرى خارج المغرب؟ هو الذي يدبر الشان الديني، هذا واحد. ثانيا الى باغي نتكلموا، حادث مدان ولكن قرينه البراءه خاصها تحترم، المحاكمة العادلة هذا حق من حقوق الإنسان. هذا التهييج اللي تيتمارس واش ما فيش تأثير؟ هذا الزج بالأجهزة اللي مفروض الدور ديالها في المجتمع هو التوعية وكذا باش تجفيف المنابع، تيعاود يصنع واحد الأجواء اللي بالتأكيد ماشي في صالح المغرب وماشي في صالح المغاربة، وما ممكنش إلا تزيد الاحتقان في المنسوب ديالو الى الاعلى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.